بس ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد ام احمد فوتي شوفي شو صاير. يلا مرحبا اخي احمد، كيفك؟ شوفي شو صاير. زمان وين زمان؟ طمنيني شو صاير، قلتي لي مخابرتي. احكوا شو بقى مرت عمي زمان؟ طب وينها؟ جوا والدكتور عندك. سمار طيب فهميني شلون صارت القصة. سمار كيف صارت القصة؟ حكيتي كلمتين على التليفون وبلشتي تبكي، ما فهمت عليكي شيء. سمار فهميني شو القصة. أحمد انت احكي لي شلون صارت القصة. أحمد لا تبكي مثل أختك تسكت. أحمد أنا داخل لجوا. شوف لا أوعى الدكتور ما خلى حتى سمر تفوت لجوا. تفضل عود لحكي لك. تفضل. هذا يا سيدي أمي بعد ما عجبتها شغلة تأجير البيت وصار داخل والطالع هنود وأتراك وألمان. أحمد بتحكي هيك عن أمك؟ بعرف أنا ما بتفوتني فايتي سمار. المهم هذا يا فرحان أمي صارت تشوف الأكل اللي عم يحطوه بالبراد. من هون لقمة ومن هون لقمة، يعني بدها تعرف شو عم ياكلوا. ونحنا كل ما نقول لها كلمة يا أمي أنت صحتك على قدك ما بصير هيك تعملي، وهي إذن من طين وإذن من عجين. الزبدة أحمد الزبدة، احكي لي الزبدة. جايك بالحكي، أنا كنت برات البيت، إجيت لقيت لك سمر متصلة بالدكتور وأمي عم تصرخ، وهلأ إجا الدكتور وليكو جوا، لسه ما بنعرف شو صاير هلأ. قلت لي هيك. إي شو قوم سخن لك مي للمتي؟ عود ما بدي متي، لنشوف شو بده يقول الدكتور. الله يصلحك يا مرت عمي، شلون هيك بتساوي؟ هلا مو وقت هاد الحكي. طيب ليه ما نقلتوه على المستشفى؟ ما كان احسن؟ هلا بنشوف الدكتور شو بيقول، وبعدين اذا قال نقلوها بننقلها. تمام، احمد كيف حالكم؟ فرحان مرت عمي؟ انا فرحان. بسيطة يا حجي بسيطة. معافية ان شاء الله. ان شاء الله ما على قلبك شر. خير دكتور؟ طمنا. حضرتك ابنها؟ يعني مقام ابنها. شوفي ابني ما بدي اخبي عليك. يا لطيف دكتور طمني شو القصة لك؟ لوين يا انسة؟ بدي اشوف امي. رجاء انا اعطيتها مهدئ. رجاء لا صحوها، خلوها نايمة. لا امي لا تتركينا. خير دكتور شو معه؟ تلبك معوي. بالظاهر ان اكلي اكله مدسمه شوي. اكله؟ قول اكل دكتور. ان شاء الله بيصير خير. انا هلا رح اكتب لي على شويه ادويه وحميه، بس رجاء تتقيدوا لي بالتعليمات اللي رح اكتبها انا هلا هون، ويومين ثلاثه وبترجع لحالتها الطبيعيه. بس المهم الراحه والهدوء التام. يعني دكتور ما بدها مستشفى؟ انو مستشفى؟ يومين ثلاثه وبترجع لحالتها الطبيعيه مثل ما قلت لك. المهم انتوا هلا تراقبوا لي اياها ان شاء الله. جيبوا هالأدوية هاي من الصيدلية. بدي أتأمر دكتور. شفت عينك؟ والله ما معي فرات أرجع لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. أحمد معك فراتة، خلينا نلحقه. طارت 500. مرت عمي. جيبوني دكتور، شوفوني مستشفى تانية. أحمد شو واقف عم تعمل عندك؟ لك تلحلح امك حتروح من بين ايدينك. ما بعرف شو بدي ساوي، دقيت للاسعاف. هلا جايين. طيب شو رح تتصل فرحان؟ كم مرة بدي دق له؟ دقيت لعند جيرانه قال مو بالبيت، بعدين لسه فرحان. شو بدي اعمل فرحان؟ انا ابنه مو هو. لك حاجة تحكي، جرب اتصل بالاسعاف استعجلهم اوام. طولي بالك امي عادي.
امي يلا يلا سمر ايش تسحب يلا جهزوا حالكم يلا تعال عمالك امي 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 استني يعني يا ربي بيت ابو طولي على راسي طولي على راسي عمالك عمالك امي الله طولي على راسي يا الله يا الله قلت لي عملية؟ ايه عم بيقولوا عملية زايدة، لحقوها بآخر لحظة. قال كان حتنفجر. لا حول ولا قوة إلا بالله، منين اجتها زايدة؟ ما قال الدكتور إنه أمعاءها؟ ايه هيك قالوا بالأول. هلا هيك عم بيقولوا. طيب وهيك ما بتقولوا لي يا منظوم؟ اتصلنا فيك عند جيرانك، قالوا لنا إنه أنت مو بالبيت. هيك قالوا لكم؟ بسيطة. مهم، قل لي كيف هلا؟ الحمد لله قالوا لنا انه طلعت من العمليه وطمنا الدكتور قال صارت احسن وتركت سمر ومحمد عنده طيب انا رايح شق عليها بتروح معي لا لا تروح هلا المساء بنمر انا وانت بناخذ لهم شويه اغراض وصلتني عليهم سمر وبنروح وبدنا نحضر لنا لقمه ناكلها عود مين له نفسي اكل احمد انا بدي اشرب متي اخ منين اجتني هالوجعه سلامتك يا امي سلامتك مبين انا ما راح اقوم منها بعيد الشر امي لا تحكي هيك ببكي لا تبكي توبريني يا حاسه حالي كله جسمي عم يجعني حاسه حالي هيك روحي ها عم تطلع بعيد الشر ان شاء الله روح ام خالد يا حق ان شاء الله الزايده تبعها ولد الزايده اخت الناقصه تتكبر اخ اخ هذا اكيد فرحان اجا وجاب التحاليل وليه منيحة فوت تفضل لا إله إلا الله مرحبا مرت عمي فرحة كيفك ان شاء الله اليوم احسن تعبانة يا صهري شو جبت التحاليل ايه جبتهم نتيجتهم ايجابية والحمد لله لا تعبي حالك مرت عمي خليك مسطحة مشان الجرح مريت لعند ابو وصفي مثل ما قلت لها يا مرت عمي هلا مين فاضي لتأجير البيت بعدين الدكاترة قالوا ما تعرضي لازعاجات لكن امي يلا لساتك عم تفكري تأجير البيت وهي القصص لك بنتي ليش بدكم يعني سكر هالباب اللي انفتح لي سمار وينو احمد خير في شي عاوزه بكلمتين جوا نايم ليش في شي شدي حيلك مرت عمي شدي حيلك ام تيسير ليش معذبة حالك ما كان في إلى لزوم ايه ما في شي من واجبك ام احمد ان شاء الله عليكي الف عافيه يا حق الله انا ما كنت دريانه لولا احمد الله يسلمه ما قال لتيسير خوش انا سمعت انه اجت سياره الاسعاف على الحاره بس ما لي عرفانه انه مشاني شوفي ام احمد لا تاكلي هم هدول الدكاتره بيأسوا وما حدا بيعلم بالغيب غير الله سبحانه وتعالى بيروح لعندهم الواحد مشان شغله صغيره بيلاقوله الف مرض مشان يسحبوا منه مصاري ما فهمت عليك ام تيسير شوفي ام احمد ما حدا بيعلم بالخلق الا اللي خلق الخلق لا تيأسي من رحمة الله تفضلي خالي ان شاء الله بيسلموا هالايدين ان شاء الله الهي بشربها بفرحتك وبشفاء ماما الله يحفظك الهي ما بدي ماما انا عذراني خليهم سمورة نعم خالي شلونه فرحان منيح امتى رح تتجوزوا خالتي للاقي بيت سمار خدي تقبريني مفتاح خزانتي حطي فيه المجمع ورجعي لي المفتاح فهمتي طيب حاضر ما ترجعي لا برجع امي ان
ان شاء الله الهي يا ام احمد بتعيشي وبتشوفي اولاد اولادها. بنرجع لحديثنا ستي، مثل ما قلت لك لا تاخدي على كلام الدكاتره. بتعرفي سلفي ابو سمير؟ لك ابو سمير ما غيره، قالوا له من 3 سنين انه ما بيعيش غير شهر، ولك لحد اليوم عايش وخزيت العين حوله. بس يا ام احمد يعني انت ما بتخسري شيء، جوزي هالبنت لك اختي الدنيا فيها موت وحياه، وما حدا بيعرف امتى رح تجي ساعته. وصي ام احمد وصي، الوصيه حلال عيني، الوصيه حلال اذا مثل ما قالوا لك شهرين. هني قالوا انه بقيان لي شهرين بس. يبليني بحمه، مالك عرفانه وما حدا قال لك؟ ان شاء الله يبليني بس لساني الهي، عم بحكي وانتي مالك درياني اتقطع على الفصل. ولي شهرين؟ منيح هيك مرت عمي؟ ارجيني بدي وشي على قبلي انا. هي احسن مرت عمي، احمد اجر اجروا اجروا يا شباب اجروا. هدي احمد على مهلك على مهلك على مهلك. جبت لك يا مرت عمي خليك تهني باخر ايام عمري. ما عادت محرزه فرحان. جايتك يا ابو احمد جايتك، ما تبلى الابتسامه جايتك تقبلني الابتسامه، بس فرحان بس بس. رد رجعون طويت طائر، رجع 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 رجع. تمام مين؟ احمد تقبرني روز ناما، هات خليها جنبي لشوف قديش راح من الشهرين. طب بارك مرت عمي الاعمار بيد الله، حجعه ما حد بيعرف الغيب. لا اله الا الله محمد رسول الله. تقبرني بس هيك الدكاتره قالوا، راح يوم من الشهرين. احمد اعطيني نظاراتي من ناحيه التليفون لك فرحان. هذا الشهر 30 ولا 31؟ 31 مرت عمي. ايه منيح. وين سما؟ وين راحت سما؟ سما رمي بالمطبخ نادي لك اياها. لكان تقبرني، لكان خليها تتصل بقرايبينا وتخبرهم. يا سما مرت عمي مرت عمي مرت عمي. يا حوتك يا امي يا امي يا سمار سمار. هاي شمي هاي تقبرني عندي جنبي. سمار بدي منك هالشغله، تمسكي هالتليفون وبدي الي يسرى بنت خاله امي، عارفي رقمها هي، وبعدين بدي الى ام حسين هي جاره اهلي، بدي لها تخبر ضروري ضروري اولاد عمتي، وبدي بعدين لهديه هي رقمها مو عنا مسجل بالدليل، بحبشي عليه بتلاقي. شو بدي احكي معك انا؟ كيف بتروح بتنشر القصه؟ انا ما كان قصدي، كل الحق على تيسير. تعودوا جنبي بدي وصيكم. تعودوا تعودوا مثل ابوي، شلون بدي اجي من غير امي؟ هدي حالك زمان زمان، بدل ما تقعدي تبكي روحي اقري لك شوي من القران الكريم، بلكي الله بيغفر له. تعال فرحان الله يرضى عليك فرحان. نسيتي عن دعمك سمر، دير بالك عليها، يعني هي وقت بيطلع جنانه، بس شو بدنا نساوي؟ خدها على قد عقلها. الله يرضى عليك فرحان. ايه كيف مرت عمي؟ شو لزوم هالحكي؟ سمر بعيوني. واحمد دير بالك عليه، هذا خص نصها. اه يا احمد لو اخذ علامات منيحه بهالبكالوريا كنت رحت انا وغدرت بالطمني، ما كان غلي قلبي عليه. وينكم؟ وصيتكم انتوا الثلاثه بقى؟ ابني محمد لك وينه؟ مالي شايفته، وين راح؟ امي بيقولش بيجوز عم يلعب بالحاره، انزل نادي له. لا لا تنادي له لخلص حكي. امي ما في حدا عم يرد ببيت ام حسين. سما الله يرضى عليك، بدي وصيكي انت الثانية قبل ما اموت. ردي سما ردي. شو سيرة الموت مرت عمي؟ بعيد الشر عنك وعنا وعن الجميع، ان شاء الله بكره بتشوفي بتعيشي وبتشوفي اولادنا هون عم يلعبوا بالبيت. امي هذا الدلال ابو وصفي قال لك تستاجرين جداد للبيت. ايه خليه يجيبهم. ولا قال لي ما عادت محرزة، ما عاد بدي أجر البيت أنا بنوب بنوب. فرحان عيون فرحان يرضى عليك. ليك أوضتي فضيت، إذا ما عندك مانع بنعمل عرسكم الخميس الجاي، إذا ما عندك مانع. ما عندي مانع أبدا مرت عمي. شو رأيك سمار؟
سما احمد لك وين رحتوا وتركتوني؟ ردوا علي. في شيء مرت عمي؟ اعطيك حبه مدلة ثانيين. مرت عمي في شيء؟ وينو احمد؟ وينو احمد؟ نزل جيب لي ملح، ما بقيان ملح عندكم. سمر ما رجع؟ قال بعد ما تقبض راتبها بدها تنزل على السوق. يعني مو بقيان غيرك هون بالبيت؟ بس انا على حد علمي انه كنا بالمطبخ سوا عم نشتغل وبعتني مشان اجيب له ملح. ايوه لكان هو بعتني مشان اجيب ملح مشان يستفرد فيكي ويقتلك. لا يا فرحان لا. لك شو هالريحه شاطر الرز روح اطفي عليه. اوام اوام احمد. امي شلون ناديتي للشرطه؟ ما بعرف انا صرت صريخ وما شفت الا الشرطي وداخل بايده الفرد وعم يقول له وقف عندك وقف بعيد عن المخلوقة. كله منك يا احمد. لك انت شلون تتركني لحالي معه؟ شلون هيك كنت رح اروح بشربة مي انا؟ امي ما كنت عارفان انه راسم الخطه هيك. احمد الله يرضى عليك لا تتركني انا لحالي، انت بيهون عليك امك حبيبتك. خلص امي لا تخافي خلص نلا بالراي ما بقى بعد لحدك بنوم. ايه دوبرني لا تتركني بقى. قلت لي بعتك تجيب ملح مشان يقتلها. ايه سيدي هيك كان راسم خطته. انا ايه انا يا احمد لك ما تحكي الا وقت البس عليك. ليك اذا بتحكي كلمه وحده ها والله العظيم هلا باخذك على المخفى. اسف يا سيدي بي 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 بي. ولا كلمه الا وقت البس عليك. مفهوم الحكي؟ مفهوم الحكي. ولا يا ست ام احمد بدك تحكي لي كيف اجى بده يتبحث بالضبط؟ على عيني يا حضرة المحقق هذا اللي ما بيتسمى عمل السكين هيك وقرب علي وجم وبده يقتلني كمان. هو اجى لحاله ولا انت ناديتي له؟ ماني متذكرة. ايه شو الفرق؟ ايه بتفرق كثير. بعدين يا ست ام احمد يعني لازم تتذكري كل شيء بالضبط. طيب يمكن انا ناديت له. لك يمكن ولا اكيد؟ انا ناديت له. وليش ناديتي له؟ عطشانة كنت بدي اشرب كاسة مي. اخذتي مهدي ونمتي مثل ما هو عم يقول؟ محقق هو الدكتور كاتب لي اياها. وانت يا انسه سمر ما كنتي بالبيت؟ بس شو رايك بالقصه اللي صارت بين امك وخطيبك؟ ما بعرف. بس بجوز بجوز فرحان كان بيقتل امي بجوزها. أنا يا سمر بدي أقتل أمي. خذوا على المخفر فورا. حبسي
سيدي ما عاد ادخل ولا عاد احكي ولا كلمة. اتركه تابعي لشوف. بجوز فرحان كانت نيته طيبة لأنه أمي حالتها خطرة كثير والدكاترة قايلين لها ما بقى معها غير شهرين ويمكن تتوجع كثير قبل ما أم فرحان يعني حب إنه يريحها قبل بوقت. أنا؟ هيك طلع معك يا سمار؟ إيه مشان نفتك. نفتيني؟ تشنقيني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لك كم مرة فهمتك ما تحكي إلا وقت البس قلاب، مفهوم الحكي؟ مفهوم سيدي مفهوم، ما عاد أحكي بلا كلمة، خلص 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 خلص. وأنت؟ حاضر سيدي. احكي لي كيف شفت الحادثة بالضبط؟ يا سيدي أنا كنت جاي على البيت مشان بلغ السيد أحمد على الخدمة الإلزامية. سمعت صريخ سيدي وشفت الباب مفتوح، دخلت شفت هذا المتهم يا سيدي ماسك سكين فوق راس الضحية يا سيدي. شلحت السكين سيدي واخذته على المخفر. ولا يا سيد فرحان، اجى دورك، اتفضل احكي لي كيف صارت معك الحادثه. يا سيدي انا كنت بالمطبخ عم بفرم بصل وعم نطبخ انا واحمد، مو هيك احمد؟ والله العظيم كنا عم نطبخ انا واحمد. وبعدين المهم دورنا على ملح ما لقينا، قلت له ينزل على السمانه يجيب كيلو ملح، مزبوط احمد؟ والله العظيم ما كان في ملح، قلت له ينزل جيب ملح. لا خلصني كفي. المهم هلا لو كنت استفرد بخالتي ام احمد كنت بنزله تحت دقيقتين وهو بيعرف انه ما في حدا بالبيت غيري؟ بينزلني سيدي، هو دائما بينزلني. والله العظيم عمري ما نزلته. لك كفي وبعدين؟ المهم نادت لي، رحت شوف شو بدها، ماني منتبه لحالي حامل السكين وعيوني مدام عم فرم البصل. هي صرخت وانا صرخت، ما فهمت شيء، وبعدين دخل الشرطه وصار اللي بتعرفه. يعني ما هجمت علي بالسكين؟ ابدا سيدي، اصلا ما كنت منتبه اني بحمل بايدي سكين. لك شو اللي خلاها تفكر انك جاي تقتلها؟ ما 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 كذاب. شو قلتي؟ مالتشي مالتشي، امول اخ يا جسمي. ايه سيدي، تذكرت. يا سيدي هذا حب المهدئ بيعمل هلوسي، هيك قال لي الدكتور. بعدين انا شو مصلحتي بقتلها؟ مشان تسكن بالبيت. هلا يا مرت عمي، ما قلتي لي بعد مثل ثانيك انه بدك تجوزينا انا وسمار يوم الخميس الجاي ونسكن معك بالبيت؟ مو صحي سمار؟ مو صحي احمد؟ والله العظيم هيك قالت. اخي السكين اللي اخذتها مني شو كانت ريحتها؟ سيدي السكين اللي اخذتها كان ريحتها بصل سيدي. شوف الله اكبر الله اكبر، لقد ظهر الحق. الحمد لله. سمار صحيح لك بنتي، بدرية سلفت اختي ما اجت لعنا ولا زارتنا، شو بيظهر ما اتصلتي فيها؟ امي ما لقيت رقمها بالدليل. لك حاج تاكل وتتلي هون بالارض، الله يهدك، بعدين شو اللي ذكرك فيها هلا امي؟ يهلك بنتي، اشتقت لها كثير. بعدين انا حابه اشوف كل قرايبينا وكل الناس اللي بعرفهم قبل ما الله ياخذ امانته. قومي قومي تقبريني، اتركي من ايدي ودقي لسعاد بنت الحاج خليل، عرفتي هذا؟ عرفتها امي. قومي تقبريني، هي رقمها عندها، بتعرفه. قومي بتنقلك اياه. امي ما شايفتني عم بمسح طاقي ظهري، بعدين طول النهار زوار فايتين زوار طالعين ونسوان لابسيني هالكعب وعم يمشحوا لي الارض، بعدين لسه في جاري بدي اجلي بالمطبخ. سمع. بس لخلص بتصل لك امي. سما سما طلعي فيني ماما، اتركي من ايدك واتصلي اوا ماما حبيبتي. يلا امرك امي، الله يطول لي بعمرك يا رب. بمسح طول عمري بس لا بروحي. تقبريني حنوني. لك محمد حاج تاكل بالشوكولاتة، هلا بيسوسوا اسنانك ماما. اي سوسو. ماما بدي لك كلمة. قول حبيبي قول. ما بتزعلي؟ لا ما بزعل. بعد ما عرضتي صرتي احسن. شلون يعني؟ يعني من قبل كنت تخبي الشوكولاتة بالخزانة بس هلا صرتي تتحرى اكل هيدا تاع السلام، تخبي اللي بدها اياه بس تضل عايشة. انت ما دخلك فيني، انا عم بحكي مع امي. تعا حبيبي قول قول اللي بدك يا قول احكي. يلا سمار رقم سعاد مسجل عنا. بعرفه امي.
التليفون لسه ما تصلح ابني. ما قلتي انه رحتي قدمتي طلب مشان يجوا يصلحوا لنا اياه؟ ايه امي لسه ما صلحوه، خليني لحق امسح البيت، جاي فرحان لانه احمد راح يصالحه. يا ربي يوافق يجي. فرحان خطيبك قلبه طيب بيرجع. امي هي اول مره بحياتك بتحكي كلمه حلوه بحق فرحان، طول عمرك من اول ما عرفتي وانت حاطه دابك بدابه. اكيد اجوا. شو بدي افتح له مثل الشياب؟ محمد حبيبي تعال افتح له انت. شبك قاعد مبرطين؟ ليش هيك مادد بوزك شبرين لقدام؟ ايه خلاص امنا وصدقنا انك بريء. حاجي عاد فك هالعقدة. كملي مرت عمي عم بسمعك. انت بغلاوة ابني احمد انت قلت بتمك انه هي الحبوب المنومة الله يلعنها هي السبب كانت. شوفي مرت عمي انتوا بتعرفوا معزتكم عندي بس انا ما عاد فيني اتحمل القصاص، يعني لازم نتجوز انا وسمر باسرع وقت. يعني اذا موافقه ان شاء الله ما بصير الا كل خير ونمسح كل الماضي وكانه ما كان، واذا مالك موافقه يعني اسمحي لي. لا معقول مو موافقه؟ موافقه. انا الخميس الجاي وما راح اتراجع. يعني خليني اعيش لي هالكم يوم معكم على حياه عيني واتهنى فيهم. سمار ناوليني هالروز دام لشوف قديش بقيان من الشهرين. سمار مرق خمس ايام مرت عمي. حاسبوا على خيرة الله مرت عمي. يعني حضر حالي؟ ايه فرحان حضر حالك. وين قاعدين وين رايح؟ عندي شغل مرت عمي، عينوني بلجنه المساحه والتحرير. فرحان تقبرني بطريقك، شوف لي هالتليفون ليش هيك معطان؟ صعب يا مرت عمي، علاقي ارضي بس بحاول. خاطركم سمع. اخيرا بدنا نمشي قبل ما تغير امور رايك. لا تطول فرحان. خاطركم مرت عمي. فنان سامي جنادي؟ لا غلطانة غلطانة يعني. تلاقي رقمه بنقابة الفنانين. فنانين وقت فنانين. سمار اخواتك جاعوا فرحان تأخر. امي قبل شوي فرحان اتصل فيني وقال لي حجيب فروجين ويجي. طولي بالك. اخ منيح اريح. ويني دقي لكان لسعاد مشان بدرية بدي ودعهم. حاسة حالي هيك مو على بعضي. امي معلش بعدين يعني انتي ليش بكل ما بتشوفيني هيك قاعده بدي ارتاح بدك تشغليني؟ تعي شكرا. فرحان ما بقدر اخبي. مرحبا مرت عمي. ايش بتجيب؟ ايش بتجيب فرحان؟ فراريج. الله يعطيك العافيه على الفراريج وعلى التليفون. تاريك يا فرحان يا سهيان ايدك طايله. كيفك اليوم مرت عمي؟ ان شاء الله احسن. الحمد لله من الله منيحه. حاسه حالي مثل الحصان وبس هيك بدي اقوم. اوعى مرت عمي اوعى خليكي مسطحه مشان الجرح. كلها كم يوم وبترجعي. الو اهلين. ايه هون بيت ام احمد بلاليش. بدك فرحان؟ مين بده اياه؟ ايه لحظة بس. فرحان المخبر. مخفر؟ مخبر مين؟ الو مرحبا اهلين. نعم انا فرحان. ايه التليفون كان معطل وانا صلحته. مين؟ مخبر؟ شو؟ شو بالتحليل؟ شو هالحكي؟ لك شو النتيجة؟ تأكدي اختي الله يخليك تأكدي. ايه ماشي هلا بجيب التحليل وبجي انا. سمار مرت عمي التحليل كان لوحده ثانيه. يعني انت مرت عمي ما في شيء؟ ما رح تموتي. الحمد لله يا رب.
فرحان وزعلان بيقارن معاه. Yes.